هيلعب ولا شفت هيلعب انا قلت بأفشة هاني ومعلول بناء اساسيين على اخر ثلاث ماتشات بالظبط. هو عمل حاجه في بس انا كنت بقول أفشة ولا السوليه، هو لجأ للحل للثلاثة اللي في بعض الناس او معظمنا بيقول انهم شبه بعض في اللعب، لكن هو من ساعة ماتش الزمالك هو موظف حمدي بشكل كويس في انه بيكمل ويروح في مناطق التهديف، حمدي فتحي مش ستة بالظبط. هو عمل حاجتين كويسين جدا النهارده، يعني أفشة كان بيدور بيقوم بالدور بتاع 10 اللي هو بيستلم دايما يظهر عشان يعمل اسيست ويعمل كصانع العاب. هو النهارده عشان كمان حكايه حسين انه يكون في المنطقه دي، المنطقه دي بتاعت أفشة دي يكون فيها النهارده، هو استخدم حسين اللي هو البلاي ميكر بتاع التيم. هو اللي بتشوف حسين هو اللي بيحاول يعمل مش جناح يمين بس بالظبط، بيخش فكان بيخليه يدخل لجوه كتير وهاني يطلع من بره، يدخل لجوه كتير ويطلع من بره. فاستخدم الاثنين عملوها بشكل كويس، سواء حمدي وديانج وديانج والسوليه. وحمدي استخدمه كمان في اوقات، حمدي شال كره من 18، يعني حمدي بلس كده الشغل بتاعه كان بيدافع كويس. فده كانت ناحيه تغييره من كولر، واللعيبه اديتها كويس، اديتها مع التحرك والانتشار. وفي حاجه مهمه جدا، طول 90 دقيقه كميه الجري حلوه جدا، الشكل البدني، شكل اللعيبه فايقين طول الماتش واقفه على رجليها. حتى هو الراجل اتاخر في التغييرات، يعني شايف الفرقه ماشيه كويس فبدا يغير من الدقيقه 75 في الدقيقه 76 بالظبط. فهو عمل شكل كويس جدا، شكل نص الملعب وتحركات حسين لجوه وعبد القادر لجوه. حسين استغل ده وجاب جول، عبد القادر شاط دخل من نفس المكان بس واحده في الجون، واحده سهله وواحده طلعت فوق. فعايز اقول ان هو اشتغل بشكل كويس جدا على التكتيك، على الفرقه اللي قدامه بشكل يعني في تغيير في دماغنا عن المباريات اللي فاتت، لكن قدر يستغل حمدي وحسين في عمليات التحركات اللي في العمق، ساعده شريف جدا. حتى كهربا لما ده نزل في ساعد في ده وساعد في الهدف الثالث. فهو الشغل النهارده كولر طبعا يستحق انه يفكر واشتغل على الفرقه اللي قدامه واختار العناصر اللي تصلح للمهمه دي، لان هو كان عارف ان الفرقه هترجع نص ملعبها، لكن هو بالضغط العكسي قدر انه يعمل مساحات ويخلق مساحات بشكل كبير جدا.